إذا حلفت لأحد أن أعطيه شيئا فهل يجوز أن أحنث بحلفي؟ نعم تحنث بحلفك إذا رأيت أن هذا الشيء خطأ، تحنث بهذا الحلف وتكفر عن يمينك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حلفت بيمين ثم رأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. أي حلف في الأيمان، ذكر أهل العلم أن الأيمان وهي الحلوف اللي حلف فيها الإنسان، الأيمان إذا حلف الإنسان على شيء أصلا يفعله، فإذا كان هذا الذي حلف عليه خطأ مثل حلف على معصية والعياذ بالله، قال والله لأسرقنه، والله لأقتلن فلانا، والله لأقطعن رحمي، هذا حلف على حرام، فهذا الحلف على حرام لا يجوز أن يوفيه الإنسان، وإنما يكفر عن يمينه. فإذا حلف الإنسان على شيء غير حرام مباح، والله لألبسن هذا الثوب، والله لأركبن هذه السيارة، والله لأكلن هذا الطعام، هذا مباح، هذا مخير الإنسان، إن شاء فعله وإن شاء تركه وكفر عن يمينه. هناك الحلف على طاعة، والله لأصلين ركعتين، فهذه الأصل لابد أن يفعلها، فإذا لم يفعل يكفر أيضا عن يمينه، والتكفير له إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد أو لم يستطع فإنه يصوم 3 أيام.